رح نحكي اليوم بأربع نقاط. النقطة الأولى، جينا اليوم زملاء النواب رفاقي بحزب القوات اللبنانية وأنا لعند غبطة أبينا البطريرك مار بشارة بطرس الراعي لنتباحس مع غبطته بكل المستجدات والتطورات بالبلد، من الأوضاع المالية والاقتصادية والنقدية المزرية، مروراً بوضع الشعب اللبناني وعزباته على كافة الصعد المعيشية والصحية والتربوية والاجتماعية، وصولاً إلى ضرورة انتخاب رئيس جمهورية سيادي إصلاحي بأسرع وقت ممكن لنبلش بمسار الإنقاذ بالبلد، وبالتالي نخفف عن كاهل الشعب اللبناني عذاباته والمشقات الحياتية اللي عم بعاني منها. النقطة الثانية، بهمنا نشدد اليوم على أنه اللي كانوا ممسكين بزمام السلطة بالبلد مبارح عم بيعملوا المستحيل اليوم ليستمروا بالقبض على رقاب اللبنانيين غصب عن إرادة الشعب اللبناني. شفنا شو صار مؤخرا بالجسم القضائي، وما فينا ننسى كيف إنه البعض عم بحاول تدمير المؤسسة العسكرية عبر تشويه صورتها وسمعتها وشفافيتها، بحين اللي فينا نقول إنه هيدي المؤسسة ومع قوى الأمن الداخلي هن اللي بعدهم واقفين على إجريهم وعم بيحموا المواطن ويفرضوا الأمن والأمان بالبلد. النقطة الثالثة، تمنينا بلقائنا اليوم على غبطه أنه يشاركنا بالضغط لانتخاب رئيس للجمهورية، ومن هون من هالصرح الوطني العريق بدي باسم زملائي وباسم حزب القوات اللبنانية ادعي نواب الأحزاب السيادية والنواب التغييريين والنواب المستقلين انه مثل ما تعاوننا بملف انفجار مرفق بيروت واسقطنا محاولة الإطاحة بالمحقق العدلي القاضي طارق البيطار، واصرينا على انه يتابع عمله بالملف لحين صدور القرار الظني، نتعاون بموضوع انتخاب رئيس للجمهورية لنوصل لانتخاب رئيس سيادي إنقاذي إصلاحي بأقرب وقت ممكن لنخفف الأوجاع والمآسي اللي على كاهل المواطن، ونبلش بمسار إنقاذ لبنان من الأزمة اللي عم بيتخبط فيها. وبهالإطار بهمني اتوجه برسالة لكل اللي عم بيعولوا على تدخلات خارجية بموضوع انتخابات رئاسة الجمهورية، وقول رهانكم مش بمحله أبدا، وانتظار الخارج للتدخل خطأ كبير، لأن الخارج منهمك بأموره ومشاكله، والنطرة رح تطول كتير، ولا البلد ولا الشعب بقى يحمل انتظار. علينا كلنا سوا انه نلبنن هيدا الاستحقاق ونشتغل لنوصل الشخص المناسب للمكان المناسب. النقطة الرابعة والأخيرة، بهمني اليوم ومن هالصرح الوطني بالذات انه انعش ذاكرة الجميع بلبنان، تحديدا بموضوع اتفاق الطائف. نحن كحزب سياسي كنا أول من أيد ودعم اتفاق الطائف، لا بل أكثر من هيك، نحن اللي دفعنا الأتمان كحزب سياسي وكأفراد، واعتقلنا واضطهدنا وتم اغتيال البعض من رفاقنا جراء تمسكنا بالاتفاق وحسن تطبيقه. الأفضل أنه ما حدا يزيد علينا بهالموضوع. أنا عندي سؤالين. شرف، تفضل استاذ عبدو. شو صحة الكلام انه حزب القوات اللبنانية حاطط شرط للمشاركة باللقاء المسيحي بكركي؟ انا بتشكرك سألتني هالسؤال. اول شيء بكركي بيتنا، ونحن ما بنحط شروط اول شيء عليها، بل بالعكس نحن بنعتبر من واجباتنا نحميها ونحمي غبطه. هذا الكلام منه دقيق.
نحن بهمنا يكون في آلية لهاللقاء حفاظا على موقع بكركي والبطرك، لان بكره بيقولوا انه ما قدروا يوصلوا لنتيجه، تفضلوا حق على المسيحيين، هن مش عم بيقدروا يوصلوا لنتيجه تينتخبوا رئيس. هالآلية اللي حطيناها صارت بين ايدين البطرك. نحن بنتمنى انه يصير اللقاء باسرع وقت، والكل كل واحد بينتخب المرشح اللي برايه هو بده اياه، وطبعا المرشح اللي بياخد اكثر شيء اصوات ممكن ما يكون المرشح اللي نحن طارحينه، حدا ثاني. مفترض انه يكون في اتفاق مسبق انه بنمشي فيه طبعا، وبننزل ساعتها على المجلس النيابي بنأمن النصاب وبننتخب الرئيس. سؤال ثاني، شو رايك بالمبادره اللي اطلقها رئيس الحزب التحضر الاشتراكي وليد بيك جمبرد؟ اول شيء مشكور وليد بيك على المبادره اللي طرحها. كنا بنتمنى انه ننسق اكثر بهذا الموضوع تنجح المبادره، لان هو عم بيقول خلينا نسقط المرشح سليمان بايك ونسقط ميشيل معوض ونروح على خيار ثالث. اللي فهمناه مؤخرا انه دوله الرئيس نبيه بري ما مشي بانه يسقط مرشحه اللي هو طبعا سليمان بايك. مشان هيك انا بتمنى كنت انه ننسق اكثر نحن وياه وبقيه الافرقاء المعارضين تنجح المبادره. نحن لتاريخ اليوم صح مرشحنا ميشيل معوض. شكرا. هلا طبعا اللي عرفناه، نحن طرح آلية علينا طبعا مشينا دغري فيها، وقلنا له انه تكتل الجمهورية القوية ماشي بهذه الآلية. هلا بده يشوف يجس النبض مع بقية الأفرقاء، ان شاء الله خير. نحن طبعا بنتمنى يصير هالاجتماع اليوم قبل بكرة، مع طبعا التأكيد على انه الكل يلتزموا بالآلية اللي بده يطرحها البطرك تنقدر نوصل لنتيجه. استاذ عبدو، شكرا. شكرا.